اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، الحقيقه الفرحه حلوه وكلنا سعداء وكلنا مبسوطين، ولكن الناحيه الفنيه برضو مهمه جدا علشان كل جمهور النادي الاهلي يعرف ماذا فعل بيتسو موسيماني لكي يصل النادي الاهلي للدور قبل النهائي في بطوله كاس العالم للانديه. اولا عمليه التحضير من شهر ونص، عمليه الكورونا من البدايه خالص. امال ايه؟ مش من امبارح. لا، من شهر ونص ادى اجازه 12 يوم. لعيبه كانت مجهده بالهم، بس الكل انتقدوا لو حضرتك فاكر الفتره دي. امال يا كابتن اسلام، للاسف دلوقتي بنشوف ناس ما لهاش علاقه خالص لا بالتدريب ولا بالاحمال ولا بالرياضه، وبتطلع تنتقد مدير فني. اللي بنتقد يعني المدير الفني ده المفروض ان انا ما انتقدوش. ده انا المفروض لما اشوف حاجه ينتقد، بس لما يعمل حاجه غلط ينتقد في ايه؟ في جانب فني، مش في طبعًا ان انا عايز اهده. طبعا يعني طبعًا. هو موسيماني كامل، في مدرب في الدنيا، في انسان في الدنيا كامل. لا طبعا، لكن عنده صفات اراديه وصفات فنيه كتيره جدا. في بعض المباريات بيبقى فيه وضع طبيعي. طبعًا احسن طبعًا. مدرب في العالم جوارديولا ما بيغلطش. بيغلط طبعا، بيغلط. كلوب مش بيغلط. ده كلوب في مباراه في كاس عالم في بطوله اوروبا معهوش جول تاني، خسر البطوله في اتلتيكو مدريد في ليفربول نتيجه خطأين، وكان وصل للنهائي صح، ومع ذلك ما جابش جول تاني. اللاعب الاحتياطي كان تسبب في جولين صح. فموسيماني اللي احنا شايفينه من يوم ما جه لحد النهارده كل يوم بيقدم اوراق اعتماد. مظبوط. لما يكون هناك خطا اللي ينتقده لازم يكون راجل فني طبعا، مش اي حد ينتقده. يعني اصل لما تساب كده كابتن، يبقى احنا يعني ما ينفعش ابدا ان انا واحد في مكانه معينه وانا مش صاحب المهنه دي وانتقده لمجرد ان انا بنتقده. صح. فلازم يكون راجل فني يقول لك انا ده غلط في الحاجه الفلانيه. النهارده الراجل بيعزف سيمفونية بكامل المواصفات. من شهر ونص ادى الاجازه، دخل على كاس رابطه، ما انفعلش، ما ضغطش على اللعيبه، ابتدى يلعب بمجموعه من الناشئين، ابتدى يشغل شويه، كان في ناس واخده كورونا، ابتدى يدخله. النهارده ارى المباراه على الرغم من انه كان مصاب بكورونا، ومع ذلك المحاضرات بتاعته اشتغل بشكل جيد يا كابتن. النهارده بيلعب راجل، بيلعب بتيم. يعني هقول لك ايه، يعني هل قفشه يلعب ديفندر ازاي؟ يعني ملوش اي ميزه في الحته دي خالص. ديانج النهارده كنت بتبص تلاقيه الى جانب ان هو ديفندر بيروح وبعدين بيغطي هنا وبيغطي هنا. علي معلول النهارده رايح جاء هاني، نفس القصه، 75 متر. بمناسبه علي معلول يا كابتن، عشان معانا فيديو لطيف كده لكريم علي معلول جميل، وليلى عمرو السراي. خلينا نشوف الفيديو حاجه 20 ثانيه كده، نشوف فرحه الشباب الصغير والولاد الصغيرين. جميله طبعا، نشوف فرحتهم ونرجع نكمل. كوكو بقى بنتك عمرو، مبروك ومبروك. ايه بعتوا له؟ استنى شوف عامل ايه. بابي فين؟ بابي عمرو السوليه ازاي؟ ايوه. بابي علي معلول ازاي؟ دادي عمرو ازاي؟ يا رب نفرح بكره بعمرو السوليه كمان، وبعد ما فرحنا بعلي معلول النهارده وادائه في النادي الاهلي زي ما حضرتك شايف كريم يعني بيقلد علي معلول، وليلى بتقلد عمرو. حاجه جميله وحاجه رائعه. الفرحة جميلة يا كابتن طبعا، دايما الإنسان المصري طبعا في كل المجالات، في الرياضة وفي كل حتة، فيه المعدن القوي، المعدن الأصيل. لما بتحط في موقف بيثبت جدارته. والنهاردة ولادنا العيلة بتاعت النادي الأهلي مظبوط، يعني تفوقت على كل من حاول أنه هو يعرقل مسيرتها. أيوه. بالأداء الرجولي، بالأداء الفني، ثم قبل ده وده القرارات والتعليمات اللي كانت بتتقال لجمهور النادي الاهلي، ان انا بثق في لاعبتي، ونمره واحد ونمره اثنين منتخب بلدي، نمره واحد زي ما قال الكابتن خطيب طبعا منتخب بلدي نمره واحد ثم النادي الاهلي طبعا. فطبعا دي سيمفونيه ما بيعملهاش في الدنيا دي كلها الا عيله النادي الاهلي. طيب.